إذا بتوصف لي دوريد لحام بكلمة هو نوصف كتير عملاء وعبقري وإلى آخره، بس أنا بالنسبة إلي إذا بدي صنفه بكلمة واحدة بقول إنسان، إنسان بزمن شحت فيه الإنسانية. عزت عليك. هلأ في مسرحية جديدة اسمها إلا إذا، تحكي عن بناية بوسط بيروت فيها من كل الطوائف والمعتقدات والسياسات بمطرح مش محسوب على حدا، مش هيك البناية مهملة ورح توقع. أوكي. ولجنة البناية مش قادرة تتفق لحتى لي يقدروا ينقذوها أو يرمموها أو يهبطوها أو يتركوها، فكل واحد برأي، يعني هي إشانطيون عن وضعنا نحن بلبنان وبالعالم العربي بشكل عام. مثل ما عودنا جورج يعني على مسرحك الهادف والحلو. أنا جورج حباز بدي أشكرك كتير كتير أنه حبيت تجي هيك نجرب نحن وياك نعبر عن محبتنا لدوريد لحام بكل هالصدق وبكل هالشفافية وبكل هالتواضع. شو بدك تقدم له شيء تقول له شيء؟ تقدم له وردة. كنت عم فك في صفرة وفي بيضة. فكرت أقدم له بالأول الصفرة، بس اللون الأصفر هو تعبير عن الغيرة وأنا فعلا بغار منه، بس كمان لقيت البيضة أهم لأنه كمان بحبه، فالمحبة شكرا كتير جورج. مرسي كتير أستاذ دوريد، هيدي فرصة لإلي. شكرا كتير جورج، فرصة لإلي أني عبر عن محبتي لأستاذ دوريد. الله يخلي لنا إياك، طول بعمرك ومطرينك بأعمال أحلى وأحلى. على فكرة أكثر الفنانين اللي بيشتغلوا بالكوميديا الإنسانية أكثرهم من طول نقصار حتى شارلي شابلن كان هيك. مظبوط، غريبة هصلا هالقصة. شو سره أول كون؟ لأنه الله بيبلي وبيعيش. شكرا جورج حباز، أحلى زعفة لأحلى ناس جورج حباز. شكرا، مع السلامة. شكرا.